أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وجد علي أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء
أنا الله رب العالمين.
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا
بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. صدق الله.